الشقة مكونة من 3 غرف نوم، راح أورجيكم الغرفة الأولى، وعندنا كمان الغرفة الثانية والغرفة الثالثة اللي هي الماستر بيدروم، وكمان عندنا الحمام مشترك بيناتهم. يلا تعالوا معي خليني أورجيكم الغرفة الثانية. راح نبلش في غرفة الماستر. أول شيء موجود عندنا الخزائن، الخزائن اللي موجودة بلت إن، الماتيريال اللي مستخدمينها MDF. طبعاً الخزائن عميقة ومساحتها جداً مدروسة. يلا خليني أورجيكم الغرفة من الداخل. الغرفة بالكامل من أنصار جاليري، مثل ما أنتم شايفين السرير، الإضاءات، كل شيء موجود عندنا وفرناها من أنصار جاليري. السجادة، المقعد كاملة متكاملة، الستائر أيضاً عندنا كلها من الأنصار جاليري. طبعاً غرفة الماستر فيها الحمام، الحمام مجهز بالكامل أيضاً من أنصار جاليري.